السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي الأحبة، حلقة جديدة من برنامج وأبرز الملفات اللي راح نتابعها. حياكم الله مشاهدي الأحبة. الحكومة الحالية المتوسمة بحكومة الخدمات للمواطنين ولدت في بيئة شائكة فيها الكثير من الأزمات وأيضا المعرقلات اللي تحد من تحركات هذه الحكومة نحو ما تروم إليه في برنامجها الحكومي. فتكدس الملفات التي تتطلب المعالجة وجدتها بانتظارها على طاولة المهام المناطة إلها مقابل السقوف الزمنية القصيرة وترقب الأنظار حول إنجازاتها، بالتالي تصفير هاي الملفات والبدء بمرحلة خالية من الأزمات تتطلب جهد كبير ودعم من قبل الفرقاء السياسيين وكذلك الانتظار، حيث أن هذه الانتقالة اللي راح تكون داخل البيت السياسي راح تغير المعادلة السياسية بكثير من الجوانب، وبالنتيجة راح تكون أيضا هنالك فرص وفسحة لإنجاز المهام بمدد معينة وعطاء مميز. أما في ملفنا الثاني مشاهدي الأحبة من حصاد هذه الليلة، فهي ليست المرة الأولى ولن تكون الأخيرة اللي تقدم فيها تركيا على قصف قرى كردستان مخلفة أضرار مادية وبالمنازل والممتلكات وسكان القرى الحدودية وموجة نزوح جديدة لعشرات العوائل. هنا راح نلاحظ غياب الرادع من حكومتي المركز والإقليم طيلة المدة الماضية جعل أنقرة تتمادى في تعديها على السيادة العراقية، مستخدمة أشكال عدة في هذا الاستهتار الخطير، تارة بقصف مدفعي وتارة أخرى بحرق المزارع وأحيانا بالاجتياح والتوغل داخل الأراضي العراقية. هاي التطورات تبعث بقلق أكبر إذا ما بقي الموقف الرسمي دون مستوى هذا الخطر والتمادي على السيادة العراقية. إذن مشاهدينا هذه الملفات راح نتابعها خلال حصادنا لهذه الليلة، تتفضلون بقاء ويانا ومتابعتنا. من جديد حياكم الله. معظم التحديات المتوارثة من الحكومات السابقة اليوم أصبحت أمر مفروغ منه حيث أن الجميع يعلم بذلك، لكن العقبة تكمن في فرص مواجهتها من قبل الحكومة والتفوق عليها من خلال توفير الاحتياجات اللازمة لهذه المهمة اللي وصفت بالعصيبة. على ما يبدو أن انتكاسات الحكومة الماضية بدأت تزال يوما بعد آخر. خلونا نفتح وياكم هذا الملف لكن بعد أن نشاهد التقرير الآتي. منذ استلام مقاليد السلطة التنفيذية، حكومة الخدمات واجهت الكثير من العراقيل التي زرع بها طريقها أثناء المسير نحو تحقيق مطالب المواطنين، فما إن انتهت حقبة تصريف الأعمال حتى بانت وراءها مخلفات متراكمة طوال سنين حكمها على هذا البلد بنهب أمواله وسوء الإدارة في تلك الحقبة بحسب ما تابعه المراقبون للواقع السياسي. هناك مشاكل كثيرة وتراكمات من الأزمات على طول الحقب السابقة من رئاسات الوزراء، واليوم أنه رئيس الوزراء والحكومة المقبلة تواجه تحديات، من ضمن هذه التحديات ملفات الفساد الكبيرة وخصوصا في الفترة الأخيرة. حقبة الكاظمي كانت حقبة سيئة فيها فساد كثير على الجانب السياسي والاقتصادي وحتى الجانب الأمني، كان هناك إخفاق. لذلك ينبغي على الحكومة الجديدة أن تضع لمثل هذه المشاكل حلول ناجعة من أجل الخروج من هذه الأزمة. المتابعون وفي قراءتهم لمجريات أحداث تتابع الحكومات صرحوا بأن حكومة الخدمات منذ الوهلة الأولى لاستلامها زمام الأمور حتى ظهرت عليها القدرة بالتحكم وإدارة المؤسسات الحكومية، لكنها تواجه تحديات كبيرة منذ زمن الحكومة السابقة من شأنها أن تؤثر على أداء هذه الحكومة الجديدة. الحاجة إلى أموال تلبي تلك المتطلبات وعمل دؤوب يتكفل بهذه المهام. هنالك الكثير من الأزمات خلفتها الحكومات السابقة والحكومة تصرف الأعمال، ولا يعتقد أنه مهمة محمد الشياع سوف تكون سهلة، خصوصا أنه هنالك قطاعات تحتاج إلى الكثير من العمل والمال، وهو قطعا المال غير متوفر يعني يغطي كل الاحتياجات التي تحتاجها هذه المؤسسات، تحتاج إلى عمل وتحتاج إلى دعم كبير وصبر حقيقة وإعادة نظر في كل الخطط والمشاريع التي تم تعطيلها من خلال هدر المال العام. فحكومة الخدمات أمام اختبار كبير وتحت مجهر ترقب أنظار المواطنين، فإما النجاح مع توفر الفرص المؤاتية لذلك
وإما الإخفاق بأرضية عملية سياسية رخوة يصعب تجاوزها إلا بخطوات مدروسة وجهد كبير. طريق وعر أمام حكومة الخدمة الوطنية بعد تراكم الأزمات وكثرة المعوقات، لكن للمراقبين آراء تمحورت حول إمكانية هذه الحكومة بتجاوز المعرقلات. نهى الشمري، الأيام الفضائية. مشاهدينا مجددا حياكم الله، أرحب بضيفي الكريمين الدكتور وائل عبد اللطيف الوزير والنائب السابق، حياك الله سيادة القاضي ضيفا كريما في الاستوديو. حياكم الله، أهلا ومرحبا بحضرتك. حياكم الله. وكذلك تنضم معي عبر الأقمار الاصطناعية مباشرة من بغداد السيدة مهدية عبد الحسن اللامي النائب عن تحالف العقد الوطني، حياكم الله أستاذة مهدية. أبدأ مع حضرتك سيادة القاضي، حكومة الخدمة الوطنية لما وصفت نفسها بهذا المانشيت بالتالي اكو صورة ذهنية راح تتكون عند المواطن، المواطن يبدي يريد انه حكومة الخدمة شنو الممكن توفر الهياء، شنو اللي ممكن راح يختلف عن الحكومات السابقة سواء على مستوى جيب المواطن او على مستوى البنى التحتية والمشاريع الضخمة. شكرا جزيلا، بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لحضرتك إلى ضيفتك الكريمة إلى كادر ومشاهدي قناة الأيام الكرام جميعا. أهلا مرحبا بحضرتك. في تشكيلة الوزارة في العراق وفي كل دول العالم أن هناك وزارات سيادية وهناك وزارات خدمية وهناك وزارات دولة، يعني مثلا من الوزارات الخدمية خلينا نقول العمل والشؤون الاجتماعية، وزارة الصحة، وزارة النقل، وزارة الاتصالات، وزارة البيئة، وزارة الإسكان والإعمار والعديد من الوزارات، يعني أكثر الوزارات بصراحة في كل دول العالم هي الوزارات الخدمية، فبالأساس هي الوزارات اللي موجودة هي وزارات خدمية، ولكن هذه الوزارات لم تعمل وكأنها مصابة بجمود وعدم الحركة وعدم يعني التقدم باتجاه خدمة الإنسان، لا سيما وزارة البلديات اللي تنضم تحتها الكثير من مسائل المرتبطة بالبيئة، المرتبطة بالنظافة، المرتبطة بكثير من الأمور. هذه تقريبا بعد 2003 أو 2004 انحسر عملها، وكأنه هاي البلديات توجهت إلى توزيع القطع وتوزيع الأراضي وما إلى ذلك من الأمور، وتناست أن هناك جانب كبير من اختصاصاتها ألا وهي النظافة، النفايات وما إلى ذلك والمجاري والمياه والنظافة في الشوارع، هاي غابت عن كثير من المحافظات بما فيها العاصمة بغداد اللي هي أيضا مصممة لهذا الموضوع. فعندما تسمى وزارة الخدمات إنما تؤكد على الوزارات الخدمية كافة أن تكون بمستوى الاختصاصات والصلاحيات التي موجودة في قانون كل وزارة، وعليها أن تمارس دورها الصحيح، وبالتالي انطلق من هنا المفهوم أن هذه الحكومة هي حكومة الخدمات. طيب، من هذا المنطلق اسمح لي سيادة القاضي أن أرحب بضيف الكريم، ينضم معي ضيفا في الاستوديو السيد النائب معين الكاظمي عن تحالف الفتح، حياك الله أستاذ معين. يتحدث الدكتور وائل عبد اللطيف عن وسم الحكومة بحكومة الخدمات، بالتالي من يقف وراء الحكومة؟ هل هي بشخص رئيس الوزراء أم أنه منذ قبل ترشيح السيد السوداني نادى الإطار بأنه نحن سنشكل الحكومة وستكون شعاراتنا في هذه الحكومة حكومة الخدمات أو حكومة الخدمة الوطنية، بالتالي شو راح يكون التنسيق لتحقيق هذا الشعار أستاذ معين؟ بسم الله الرحمن الرحيم، في البداية أحييك وأحيي ضيفك الكريم الدكتور وائل عبد اللطيف والمشاهدين الأعزاء. طبعا حكومة الخدمة الوطنية هي بالدرجة الأولى مسؤولية رئيس الوزراء الذي قدم برنامجه الحكومي وانتخب للمواصفات المتوفرة به ومنها الخبرة المتراكمة، ومنهجه الذي نراه منذ 10 أيام من يوم 27/10 كان التكليف والمصادق على الكابينة الوزارية، كان هناك اجتماعات مستمرة اليوم مع جهاز المخابرات
والأيام السابقة مع وزارة الكهرباء، وزارة الصحة، وزارات مهمة وأساسية. يوم الجمعة الماضي كان اجتماع مع أمانة بغداد، محافظة بغداد، وزارة الإعمار والإسكان، وزارة الداخلية، الدفاع والحشد الشعبي، ودعا إلى الحشد الوطني للخدمات، ويكون هناك نزول للمؤسسات والآليات التابعة لهذه المؤسسات الخدمية بشكل جدي بعيدا عن الروتين، وبدعم وتمويل من رئيس الوزراء، خصوصا أن قانون الأمن الغذائي وصلت أمواله في الوقت المناسب. ويوم السبت بدأت آليات الحشد الشعبي، دخلت في مدينة الحرية كنموذج. واليوم صباحا كان لي زيارة، وقد تقدم العمل إلى مراحل متقدمة. نأمل أن يكون منهج الأمانة بغداد، محافظة بغداد، الوزارات الخدمية الأخرى، حتى العسكرية، كما هو الحشد الشعبي لديهم آليات، لديهم إمكانات وأفراد، أن يكون هناك حملة وطنية للخدمات. لذلك نرجع إلى سؤالك بخصوص من يقف مع رئيس الوزراء. بالدرجة الأولى هو قائم بذاته، وفي نفس الوقت يتابع وزاراته بشكل جدي ويفعلها، وهذه مسؤوليته. أما الكتل السياسية في الإطار التنسيقي، واجبها تحث الوزراء وتدعم عمل الحكومة بالاتجاه الصحيح وترشد هذا الأداء، وفي نفس الوقت أن يكون هناك دعم في مجلس النواب ومواكبة لمسيرة الحكومة. وما نراه اليوم من جلسة مجلس النواب أعتقد كان متضاربا مع منهج الحكومة الخدمي المتوجه نحو التنمية. نرى أن رئاسة مجلس أدرجت في جدول الأعمال موضوع الخدمة الإلزامية، وما يدور حوله من خلافات كثيرة وما يتحمله من أعباء، بالرغم من أن تنفيذه يكون بعد سنتين من المصادقة عليه. لذلك مطلوب من مجلس النواب أن يواكب عمل الحكومة، وأن يسأل هذه الحكومة ماذا تريد من قوانين وتشريعات، وهناك قوانين ومسودات متراكمة ومركونة في رفوف مجلس النواب، يجب أن يكون اختيارها حسب الأولوية. فهناك المستقبل الواعد لهذه الحكومة من خلال الهمة العالية، التأييد الشعبي والتأييد الذي نراه، والاستبشار مع الحذر. هناك عدم ثقة بالفترة السابقة، ولحد الآن الناس تريد أن تلمس شيئا من أداء هذه الحكومة. هناك تأييد سياسي داخلي وتأييد دولي، يجب أن يستثمر مع الوفرة المالية الموجودة. من شأنها أن تنطلق حكومة السيد الشيع السوداني في مجال الإعمار والخدمات، وفي مجال القرارات المهمة والمناسبة، مثل عقد سيمنز مع ألمانيا بخصوص الطاقة الكهربائية. طيب. وهكذا بخصوص جوانب أخرى مهمة. سيادة النائب، عفوا المقاطعة، يعني هذه النقاط جوهرية تعطيها حضرتك، وخصوصا أنه التنسيق بين التشريع والتنفيذي في هذه الجزئية. أجدد ترحابي بحضرة السيدة مهدية عبد الحسن اللامي، عضو تحالف العقد الوطني. سيادة النائب، يتحدث سيد النائب معين الكاظمي عن ضرورة التنسيق بين مجلس النواب وما يجري فيه وما يجري في مجلس الوزراء، حتى نحقق هذا الوسم. لما وسمت الحكومة نفسها بحكومة الخدمات، أشار أستاذ معين إلى عدة نقاط، ونضيف إليها قضية الموازنة. من المؤمل أن تعد الموازنة في الحكومة وترسل إلى البرلمان، هنا راح تكون مقاسات الموازنة، وفي البرلمان وسرعة المصادقة عليها ودعم هذه الموازنة راح يكون حاضر في سبيل حتى نقول أنه حكومة الخدمات احتاجت إلى الأموال لتنفيذ برنامج الحكومي، والمجلس النواب أدى دوره. بسم الله الرحمن الرحيم، بداية تحية لكم ولقناتكم الموقرة ولضيفيك الكريمين والمشاهد الكريم. بعد المخاض العسير الذي مر به العراق ومنذ مصادقة نتائج الانتخابات، كانت الحكومة الموجودة الآن رأت النور في يوم 27 من الشهر الماضي، ومنح السيد رئيس الوزراء ثقة الممثلي الشعب، وعرض المنهاج الوزاري. يعني كانت هنالك خطوات، الخطوة الأولى حسب المادة 76 رابعا أنه يتم اختيار رئيس الوزراء للكابينة الوزارية، ويعرض على مجلس النواب مع المنهاج الوزاري، وبالتالي يمنح هذه الثقة ويبدأ العمل
ضمن الحدود المناطلة. صراحة أطلق على هذه الحكومة شعار هو حكومة خدمات وطنية، حكومة خدمية، حكومة وطنية. وعادة أي مشروع ممكن أن يوضع له شعار ويكون له أهداف محددة وآليات لتحقيق هذه الأهداف، فضلا عن المتابعة، فضلا عن الرقابة، فضلا عن توفير الإمكانات المتاحة وتوظيفها توظيفا سليما لتحقيق هذا الهدف المنشود. أي حكومة، أي حكومة سواء كانت حكومة السيد السوداني أو حكومة ممكن أن تكون خدمات وطنية يعول عليها المواطن وتعول عليها الكتل السياسية وبالتالي ترضي كل الأطراف، هو أن تكون قابلة للقياس وواقعية ولها فترة زمنية. إن لم تكن هذه المحاور الثلاث متوفرة في هذه الحكومة فإنها ستكون كسابقاتها اللي مرينا به الإرهاصات والتداعيات والتركة الثقيلة في كافة مفاصل الحياة في العراق. كانت تركة ثقيلة وكانت تداعيات كبيرة ألمت بالمجتمع العراقي وألقت بظلالها سلباً على الواقع الخدمي وتذمر المواطن وانعدام الثقة ما بينه وبين الكتل السياسية، بين العملية السياسية، العملية الديمقراطية إلى كثير من المسميات الأخرى. بالتالي كيف يمكن إعادة هذه الثقة عندما تكون فعلا هذه الأهداف موجودة والآليات لتحقيق هذا الهدف؟ ما هي الآليات؟ أولا الموارد البشرية اللي ممكن أن تعمل في هذا الإطار، ومن ثم الموارد المالية اللي هي ممكن أن تحقق هذا الهدف. الآن مثل ما تفضلت حضرتك أنه الموازنة سترسل من الحكومة، الآن هي حكومة أصيلة، حكومة منتخبة، حكومة منحت الثقة من قبل ممثلي الشعب، لا هي حكومة تصريف أعمال. انتهت هذه الحقبة بكل تداعياتها، بكل إرهاصاتها، والآن ابتدأنا بحكومة وطنية. وهذه الحكومة أعتقد سترسل إلى مجلس النواب إقرار الموازنة ومن ثم التصويت على هذه الموازنة لتتاح الفرص وتكون هنالك إمكانات ممكن أن توظف وتقدم الخدمة إلى المواطن. أنا أقول خدمات ما لا تعني فقط الخدمات البلدية فحسب، إنما الصحة هي خدمات، التربية هي خدمات، النظافة هي خدمات. لا يفوت على مسامع المشاهد وضيفي الكريمين وهم ضليعين بهذا المجال أن القضية التي يجب أن تدعم هذه الحكومة إضافة إلى ما ذكر هو الجانب التشريعي الذي ممكن أن يدعم هذه الحكومة إن احتاج لهذا الموضوع. على سبيل المثال للحصر، قانون العاصمة الذي كان المادة 124 من الدستور العراقي اللي أقر 2005، المادة تقول بغداد بحدودها البلدية عاصمة وبحدودها الإدارية محافظة ولن تنتظم بإقليم، وعلى أن ينظم ذلك بقانون. الآن القانون موجود منذ عام 2005، ويمكن أستاذ معين يشاطرني الرأي ودكتور وائل أيضا يشاطرني الرأي أن التقاطعات الآن اللي موجودة ما بين الأمانة وما بين المحافظة هي التي أسفرت عن الجانب المتردي المؤلم لمحافظة بغداد. الأمانة لها تخصيص معين ورقعة جغرافية والمحافظة محددة أيضا، يعني وحضرتك أيضا لديكم اشتغالات ميدانية في هذا الجانب، وبالتالي هذه التقاطعات من الجانب الجغرافي. طيب اسمحي لي سيدة مهدي، يعني هذا الأمر لما يكون هناك تعاون، قانون العاصمة صراحة قانون صدر كمسودة. طيب خلينا نقاطع إذا تسمحي لي. سيادة القاضي، أنا قلت هذا يدعم يعني مو فقط المحاور المادية أو سيادة القاضي، تتحدث السيدة النائبة مهدي عبد الحسن، نتحدث هنا عن القوانين والتنسيق بين التشريع والتنفيذي. خلينا نضيف يعني مفصل مهم آخر حتى يعاون الحكومة في إنجازاتها الحالية، وهو الجانب القضائي. لما عندنا ملفات فساد متعلقة وعندنا قوانين وعندنا كثير من الأمور اللي نحتاج بها السلطة القضائية، السلطة القضائية راح تدخل على الخط مع الفصل بين السلطات بالإضافة إلى السلطة التشريعية والتنفيذية حتى نحقق حكومة الخدمات. شكرا جزيلا. بالتأكيد الدستور يؤمن وفق مبدأ الفصل بين السلطات التشريعية التنفيذية القضائية، وأن السلطة القضائية تطبق القانون اللي شرع السلطة التنفيذية التشريعية القادم من
السلطة التنفيذية. طبعا كل التشريعات هي أساسها مجلس الوزراء، ويحول مشروعات القوانين إلى مجلس النواب يصادق عليها، وبالتالي على السلطة القضائية أن تطبق كل القوانين اللي شرحها السلطة التشريعية. أنا مؤمن أنه السلطة القضائية يجب أن تكون بعيدة ومحايدة ولا تحتك بالسلطة التنفيذية، تتعاون لكنه تبقى على حياديتها بدون أن يكون هناك أي مؤثر عليها. فإذا ما حصل التأثير على السلطة القضائية فمعناتها إحنا دنمشي باتجاهات ليست سليمة. وفيما يتعلق فيما أفادت به النائبة مهدية، كان عندنا قانون اسمه قانون الإدارة المالية والدين العام، نعم، صار قانونيا. هذا القانون كفيل بأن يحدد توقيتات محددة للوزارة بأن تنجز قانون الموازنة في كل عام من بداية شهر الخامس. من شهر الخامس تتعاون وزارتا المال والتخطيط على ترتيب وتنظيم قانون الموازنة، وتدفع هذا مشروع القانون بالشهر أيلول التاسع إلى مجلس النواب. فأمام مجلس النواب 3 أشهر، أيلول وتشرين الأول وتشرين الثاني، ويفترض أن هذا المشروع جاهز للتنفيذ في 1/1 من كل عام. لكن اللي شفناه لا احترام للمدد لا الدستورية ولا احترام للمدد القانونية. لكن هذا القانون هذا حيوي في حركة الدولة كلها بقانون الموازنة. يعني على سبيل المثال أنا اليوم أحكي، إحنا عندنا حمايات 6، صار 7 أشهر ما منطينهم راتب. نعم. ليش؟ لأنه والله إحنا داورنا بالمبالغ، تبين الجماعة ماخذين رواتب الحمايات وقاعد ينطونهم للدورة الحالية مال البرلمان اللي هم أصلاً ما عندهم غطاء لرواتبهم. نعم. فوين سووا؟ سحبوا رواتب الحمايات. يعني هذا عديل انصاف؟ شنو قاعد تسوون انتم؟ ولهذا هذا كل مجلس الوزراء ووزارتي التخطيط والمالية تحديدا. يعني هاي حاليا سيادة القاضي هاي السفير. نعم. نعم. في هذا الشهر اليوم طلعوا مظاهرات اكثر من 500 واحد. نعم. واستنفرت المنطقة الخضراء ونزلوا ذولا شو يسمونهم الحرس مال الشغب وارتبكت الجماعة. عم رواتبنا صار 7 أشهر ما معقولة. قال والله صارت مناقلات. شنو المناقلات؟ تعرفون تطون للنائب راتبه ويبقى هذا المقروض اللي هو كله راتبه 1,000,000. يعني هذا الأمر أيضا معروض أمام منطقة قضية رئيس الوزراء أو المكتب الإعلامي رئيس الوزراء لغرض الرصد واتخاذ الإجراءات. أشارت إلى شيء لطيف في مسألة قانون العاصمة بغداد. طبعا فعلا احنا شرعنا قانون العاصمة بغداد على وقتنا، وشرعنا قانون مجلس الاتحاد اللي هو الغرفة الثانية للسلطة التشريعية. نعم. لأن الدستور حدد ثنائية السلطة، تشوف هسه رئاسة الجمهورية. نعم. ومجلس الوزراء اثنين هم يشكلون السلطة التنفيذية. تمام. السلطة التشريعية بها مجلس النواب ومجلس الاتحاد. تمام. ليش بس مجلس النواب موجود؟ ليش ما مجلس الاتحاد موجود؟ هذا المجلس قليل العدد، من كل محافظة 3. نعم. عمرهم أكبر، خبرتهم أكثر، ممكن أن يكون صمام أمان لكثير من. نعم. المشاكل التي تحصل عادة ما بين مجلس النواب وما بين الوزارة. هذا الموضوع قريته في مؤلفات حضرتك، وأيضا. نعم. راح نأخذ. نعم. إن شاء الله كملف منفصل في حلقة خاصة. الثالث العاصمة بغداد. تسمح لي مقاطعة سيادة القاضي حتى ننتقل إلى الملف الآخر الذي لا يقل أهمية وهو القصف التركي. ابقوا مع ضيوفي الكرام، نتحول بعد الفاصل نتابع مشاهدي الأحبة. مجددا حياكم الله مشاهدي الأحبة، ومباشرة لحضرتك السيد النائب معين الكاظمي، نتحدث عن الطائرات التركية المسيرة اليوم اللي استهدفت منطقة نهيليا التابعة لقضاء العمادية شمالي محافظة هوك. هذه الاعتداءات بدأت تتكرر، بالتالي حكومات تتعاقب، مجلس نواب عندنا قضايا ملفات دولية. هسه دور الحكومة في الحد من هذه الاعتداءات التركية والحفاظ على سيادة العراق، كيف تنظر إليه؟
طبعا مع تكرار هذه الاعتداءات لابد للحكومة الجديدة من موقف من خلال حوار مفتوح وصريح مع الجانب التركي، وإذا كان يتعكز على موضوع البككة وتواجدهم لابد من معالجة هذا التواجد للميليشيات داخل الأراضي العراقية إذا كانت مضرة بدول الجوار. وهذا الموضوع لابد من لإقليم كردستان من موقف إزاء ما يجري داخل الأراضي الكردية من تغلغل مثلا للبككة والميليشيات المتواجدة هناك. ومع ذلك ليس من المعقول أن تستمر القوات التركية بالاعتداء على الأراضي العراقية في شمال العراق بهذه الطريقة دون أن يكون هناك موقف واضح من الحكومة، ولا بد من مناقشة أمور أخرى ومنها موضوع المياه التي تعتبر قضية ضاغطة على محافظات الوسط والجنوب، وهذه الشحة مؤثرة. صحيح أن هناك شحة عالمية ووضع دولي موضوع نقص المياه، ولكن لا بد أن يكون هناك حوار مفتوح مع الجانب التركي بخصوص المياه وبخصوص الاعتداءات التي تجري على الأراضي العراقية. طيب سيدة مهدية، نتحدث اليوم عن نزوح الكثير من العوائل، احتراق الكثير من المساحات الزراعية، قرى بكاملها، يعني عندي إحصائية تقول يعني 55 قرية من مجموع 73 قرية حدودية نزحت إلى أربيل وغيرها من المناطق القريبة. بالتالي هسه إذا ما قدرنا نعالج القصف، نقدر نعالج قضية النزوح، احتضان هاي العوائل، توفير لها مخيمات، مأوى مناسب؟ يعني صراحة العراق ابتلي بقضية النزوح القسري الذي يطال المحافظات المناطق الآمنة. الآن الانتهاكات اللي كانت صادرة من القوات التركية، القوات الأمنية التركية، ليست بجديدة، ليس ببعيد. قبل فترة كان هنالك انتهاك لسيادة وأمن العراق من خلال القصف التركي اللي أطال محافظة دهوك، وأسفر عن استشهاد 8 من الأرواح البريئة و23 جريح. وكانت هنالك جلسة في مجلس النواب استثنائية خاصة بمتابعة هذا الموضوع، ولدينا الكثير من الانتهاكات من هذه ما يقرب اللي ذكرها وزير الخارجية بأن هنالك 22700 انتهاك من لدن القوات الأمنية التركية، وقد رفعت 296 مذكرة احتجاج، وأخيرها دولت هذه القضية وأرسل إلى مجلس الأمن الدولي، وكان مجلس الأمن يدعم العراق بأن هذه الانتهاكات هي انتهاكات غير صحيحة لسيادة وأمن البلد. احنا لو نحتكم الى الدستور العراقي، الماده 8 من عندها تقول العراق يراعي حسن الجوار ولا يتدخل بالشؤون الداخليه، وممكن ان يحل هذه النزاعات بالطرق السلميه ويحترم الاتفاقات الدوليه. يعني احنا ما ممكن ان الان نلتجئ الى حفظ هذه السياده باللجوء الى القتال واللجوء الى المقابله بالسلاح، هذا لن يتحمل. وقد ارسلت كثير من هذه المذكرات، وبالتالي نفت القوات التركية أنه هذا الموضوع من لدن القوات الخاصة بهم، لكن واقعا هو الحرب امتدت وتصفية الحسابات مع المنظمة التي صنفت من المنظمات الإرهابية في داخل الأراضي العراقية. تصفية الحسابات لا يكون على حساب الأرواح العراقية التي أزهقت، ولا على حساب الممتلكات المادية التي انتهكت في هذه، ولا على حساب النازحين والعوائل الكبيرة النازحة، ولا يعني عوائل أكثر من 2500 عائلة نزحت. المجتمع الدولي فضلا عن الحكومة العراقية. طيب. المجتمع الدولي كيف سيكون دوره في هذه الجزئية؟ أنتقل إلى حضرتك سيادة القاضي الدكتور وائل عبد اللطيف. يعني المجتمع الدولي لما تتفضل السيدة النائبة يجب أن يكون له دور، هل الجانب القضائي يلعب هذا الدور؟ يعني التبادل الدبلوماسي لربما لم يجدي نفعا، اكثر من مره وفي كل مره يستدعى السفير التركي مذكره احتجاج، لكن الصوره تقرا غير شكل، يطلع السفير يضحك. بس لا تقاطعني رجاء، خلي اكمل افكاري. تفضل، ارجو المعذره. العراق منتهك السياده، يجب ان نعترف بذلك. ايران تنتهك سيادتنا من جانب شط العرب، الكويت تنتهك سيادتنا من جانب ميناء البصرة، أما الأتراك فينتهكون بالسلاح وبالقوة.
طبعا متقصدين في مسألة الماء، لأنه بنوا سدود كثيرة جدا خلاف للمعايير والاتفاقيات والمعاهدات الدولية. طيب. والعراق لم يتخذ أي إجراء، يكتب والله المجلس الأمن، شو يسوي لك مجلس الأمن؟ سدوا الحدود أسبوع بينكم وبين تركيا وشوفوا شلون يجون يركضون وراكم. التبادل التجاري إلى دور كبير اليوم في عملية إنعاش الوضع في تركيا. الآن تركيا تمارس ضغط كبير على المواطن العراقي اللي موجود فيها، وقاعد يستثمر ويبني وسكن، قاعد يضايقون عليه مضايقة كبيرة، لكن الخارجية غايبة عن هذا الموضوع. طيب وزير الموارد المائية في كل الوزارات الماضية غائب عن أن يصل إلى تركيا حتى يبحث قصة الماء، ابحث قصة السدود سواء كانت في تركيا أو في إقليم كردستان على الدجلة. طيب ليش يبنون سدود على دجلة؟ ليش؟ لأنه راح يقللون الماء اللي يوصل إلى هاي المحافظات، وآخرها هاي محافظة البصرة اللي أصبحت مياهها كلها مياه مالحة. لذلك أنت قاعد يضربك بمدفعية، ليش ما في يوم أنت أضربه بمدفعية؟ شنو اللي يصير؟ تنقلب الدنيا يعني؟ طير عليك طائرة، طير عليه أنت هم طائرة، شو حتى يتأدب، حتى يوقف، حتى لا يتجاوز. مو سهل الشعب العراقي ولا القوات المسلحة سهلة ولا الشعب العراقي سهل، فيجب أن يرد بمثل ما قاعد ينضرب. يعني من العيب أنه إحنا نسكت جراء الاعتداء الذي يحصل علينا، بالرغم من أنه الأكراد يوميا يصدرون مليون برميل ما شاء الله عن طريق جيهان. أيضا خلي يوقفون تصديرهم حتى يشعرونهم أن هذا الموقف موقف ليس صحيحا. في كل الأحوال احنا نتمنى أن الحكومة تكون حازمة، وأن وزارة الخارجية تلعب دور أكثر قوة من الدور الحالي، ووزارة الموارد المائية أيضا أن تفتح حوار ناشط وقوي ويستند إلى معاهدات واتفاقيات دولية بإيقاف عملية بناء السدود التي جاءت على أغلب المياه. صحيح أمطار ماكو، نعم، ولكن السدود العملاقة عندهم كبيرة جدا، حرمة العراق من المياه، وهم مرتاحين أصلا للموقف. طيب سيادة النائب، أستاذ معين تحدث عن هذه الجزئية أثارها السيد القاضي بأنه أكو عندنا فد إشكالية بين المركز والإقليم. يعني شنو الفائدة إذا المركز يصدر بعض الأوامر والإقليم أيضا من جهة أخرى يستمر بتصدير النفط مثلا مثل ما تفضل السيد القاضي؟ أكو عندنا هذا الخلل أو الإخفاق الداخلي، وشون نعالجه؟ طبعا هاي المشكلة ليست بالجديدة، مشكلة إقليم كردستان مع الحكومة الاتحادية بحجج مختلفة، وإلا فإن المقرر مثلا 250 ألف برميل يوميا تحسب وتحسم من موازنة إقليم كردستان المخصصة لها، ولكن إقليم كردستان يتجاوز هذا الحصة ويصدر أكثر دون أن يكون هناك حسابات مع وزارة النفط بشكل واضح. هذا الموضوع مع الأسف يستغله الجانب الكردي ويستفيد من الخلافات الموجودة داخل المكون الأكبر، ويفرض شروطه وليستفيد من هذه الخلافات طيلة الفترة السابقة. واليوم لابد أن يكون هناك مصارحة وعمل بشكل واقعي وحقيقي، باعتبار أن هذا التنازل وهذا التساهل يجري على حساب مصالح محافظات الوسط والجنوب، وخصوصا البصرة التي هي يصدر منها أكثر من 80% من نفط العراق. ولا يمكن الزهد بهذه الثروات لإرضاء سياسي وتوافقات سياسية، فلا بد أن يكون هناك حوار واضح وشفاف وضغط شعبي. اليوم هناك ضغط شعبي من جماهيرنا يجب أن يكون على الحكومة الحالية لإيقاف مثل هذه الحالات أو التوافق عليها مع احترام حقوق المكونات. نحن نقدر ما عاناه الكرد خلال فترة نظام البائد، وهذه نفس الظلامة على المكون الأكبر المكون الشيعي في محافظات الوسط والجنوب، ويكون هناك تفاهم حول هذه الأبعاد وحول إنتاج النفط
وخصوصا أن هناك أخبار بأن كثير من التصدير هو ليس لا يدخل في موازنة إقليم كردستان، وإنما يدخل في موازنات شخصية وأحزاب وعوائل متنفذة، وإلا فإن واقع الشعب الكردي هو بائس كذلك، ليس كما يصور. هناك ضغوط، هناك عدم تعبير عن الرأي وتقييد، لذلك لابد من حساب هذه الأمور بشكل جدي لعام 2023. إذا كان الحساب لموازنة 2021 3,250,000 برميل يوميا حسبت بالموازنة، منها 250,000 لكردستان يصدر من إقليم كردستان من كركوك وحسبت، فاليوم النفط وصل إلى ما يقارب 100 دولار، بالموازنة السابقة حسب 45 دولار. نعم. واليوم إذا نحسب على 75 يعني 127 تريليون دينار عراقي، واردات العراق لعام 2023 من النفط فقط. نعم. ويضاف لها الضرائب والجمارك وغيرها من واردات ممكن أن تصل إلى 150 تريليون يكون استثمارها بشكل صحيح. ونأمل من حكومة السيد الشيع السوداني المتمرس بالعمل في الوزارات والهيئات وفي مجلس النواب ومحافظ وقائم مقام أن يستثمر هذه الفرص المتاحة بالاتجاه الصحيح. طيب. كما بدأها بزيارات ميدانية للوزارات والتأكد من حسن أداء هذه الوزارات ومحاسبة المقصرين وتفعيل الأدوات، وحكومة اليوم بها ما يقارب 4 مليون موظف بين عسكري ومدني، بإمكانهم وبتحسين أدائهم أن تكون خدمتهم لـ40 مليون. نعم. بمستوى أفضل من الوضع الحالي، وهذا ما نطمح له. نرجع إلى العلاقات العراقية التركية والدول الإقليمية، يجب أن تكون صفحة جديدة وتفاهم على يحفظ سيادة العراق ومصالحه. طيب. مع الأخذ بنظر الاعتبار حسن الجوار والمصالح المشتركة، إذا كان هناك إرادة من الكتل السياسية وإرادة شعبية بمقاطعة اقتصادية مثلا حتى لو كانت لفترة محددة، أذكر صارت مقاطعة للبيض ليس بعنوان مقاطعة وإنما كان لتشجيع الإنتاج الداخلي. تمام. السفير التركي جاء يتوسل بأن حقولنا يعني هناك عطلت وعندنا مشاكل ومصائب، فلذلك يعني لو يستثمر هذا الموضوع بشكل تدريجي ويدخل ضمن سياسة حكومة السيد السوداني بتشجيع المنتج الوطني وبشكل علمي ومدروس وتضامن سياسي مع أداء الحكومة دون أن يكون هناك تدخل وضغوط. طيب. من مكونات لديها علاقات وطيدة مع المخابرات التركية ومع الحكومة التركية وغيرها من دول الإقليم. نعم. وإضافة إلى الإرادة الشعبية، الشعب العراقي يجب أن يكون له إرادة وموقف. نعم. وأن لا ينساق فقط بالاعتراضات، لابد أن يكون هناك موقف في المجال الاقتصادي، التبادل التجاري بين العراق وتركيا، يعني ما نشتريه من تركيا، وإلا احنا لا نرسل شيئا إلى تركيا كتبادل تجاري، هو بمبالغ عالية. من شأن هذا التحديد حتى لو كان تدريجيا أن يكون عامل ضغط على الجانب التركي لاحترام سيادة العراق، سواء بإيقاف الانتهاكات العسكرية أو بإطلاق الحصص المائية وعدم تشييد سدود كما كان سد أليسو وسدود أخرى مستمرة في هذا الجانب على حساب مصلحة العراق. الدكتور وائل يعني فرض على انه ما قاطع، فبالتالي حتى ما قاطعتك حتى الجنابك ايضا. لا هو خلف لحم لا تسال معين كاظم. مو مثل ما اقدر اقاطعك ايضا ما اقدر اقاطع، لكن سيدة مهدية كنت احكي بموضوع مهم جدا مهم ما بين العاصمه وبين محافظه بغداد، وكل ملاحظات اسجلها دكتور. مهم الموضوع. نعم اسجل كل ملاحظات ونفرد لها ملف خاص وتتفضل علينا هنا بحضورك بالاستوديو. سيدة مهدية يعني ضيوفي الكرام وايضا حضرتك فصلوا لنا الموضوع التركي والاعتداءات التركيه، يا اما تكون المعامله به معامله بالمثل او الضغوطات الاقتصاديه او حتى لربما الرد العسكري مثل ما اوضح السيد القاضي. خلينا نتحدث عن جانب اخر، لما حكومة جديدة حظيت بالدعم الدولي
عن طريق المباركات راح نشوف السيد السوداني خلال حركة بعد أن يتمم الحركة الداخلي للوزارات والقطاعات، راح نشوف يؤدي هذه الجولة المكوكية ولكن بشكل خارجي. ما دام أن هذه الدول داعمة للحكومة الجديدة، راح نقدر نستثمر هذا الدعم وهذه الفرص. قبل أجيب عن هذا السؤال لي مداخلة بسيطة. تفضلي. طبعا بالمناسبة لا توجد هنالك أي اتفاقات أمنية ما بين القوات، ما بين تركيا وما بين العراق صراحة. نعم هنالك مذكرات تفاهم حول سياسة المياه والأنهار، لكن ما توجد هنالك أي اتفاقية ولم تبرم أي اتفاقية، إلا أن هنالك محضر اجتماع مع وزير الخارجية العراقي ونظيره التركي سنة 1984 لمدة سنة واحدة، بأن تتوغل القوات التركية إلى داخل العراقية 5 كيلومتر حتى تحارب المنظمة الإرهابية اللي هي حزب العمال الكردستاني. لكن بتمادي هذه القوات التركية وبالمجاملات التي عصفت صراحة على هذا الموضوع، بدأت القوات التركية تتوغل ما يقارب 50 كيلومتر، وبدأت الجيش التركي 7000، وهنالك نقاط عسكرية وهنالك قاعدة عسكرية. إذا ما وجود، معناته احتلال تركي صار عندنا الآن، مو فقط احتلال أمريكي، احتلال تركي أيضا عندنا. لذلك إحنا نقول الحكومة الحالية اللي لاقت هذا الدعم الدولي، وبدأ السيد السوداني بحركة مكوكية في الداخل، عليه أن تكون هذه الحركة أيضا مشابهة لحركة دول الجوار. نعم نحن نحترم دول الجوار، نتعامل مع المصالح المشتركة، نحترم الاتفاقات الدولية على أن لا يتدخلوا هؤلاء بسيادة وأمن البلد. لماذا هم يحافظوا على بلادهم وأمنهم وسيادتهم إلا أن العراق يكون ساحة لتصفية الحسابات؟ هذا لن نسمح به. وعلى السيد السوداني أن يراعي قضية حركته إلى دول الجوار ويضع النقاط على الحروف ويعطي كل ذي حد حده. كفانا استهتار بالسيادة البلد وأمن لسيادة وأمن البلد. صراحة إحنا نحترم هذه القضية، عليهم أن يحترموا بالمثل. نعم. ممكن أن تكون القضية عسكرية، لكن البلد لا يتحمل الصراع والجانب العسكري. إن أننا لدينا بروتوكول عمل، لدينا جواب دبلوماسي، لدينا حركة دبلوماسية. إن لم تكن تجدي نفعا مع هؤلاء، ممكن أن نستخدم الأمور الأخرى التي تعيد أمن وسيادة البلاد، ولا يمكن أن تخترق من لدن هذا وذاك. طيب دكتور، لدينا العديد من الاتفاقات أو الاتفاقيات، إطار استراتيجي وغيره، شنو الإن وشنو العلينا اللي ممكن نقدر نستخدمه بهذه الحالة والحفاظ على قضية السيادة أو فتح ملف السيادة؟ والله احنا كنا بصراحة نتمنى أنه طالما كانت هناك اتفاقية أمنية مع الولايات المتحدة الأمريكية أن تعين العراق، لأنه كان في بداية تأسيس الجيش ماله والشرطة والأمين وأجهزته منحلة كانت، فكانت الدولة تقريبا مستباحة لأن ما بها قوات أمنية. لكن للأسف عجلوا دون أن يستفيدوا من وجودها. لو كانت أمريكا موجودة ويطلبون من عندها أن تنهي الأمور تنهيها. ولاحظتوا أنتم أن أمريكا أصلا حاولت حتى انقلاب على أردوغان في سنة من السنوات الماضية، ولكن استدرك الموضوع رغم أن قواعدهم موجودة في تركيا. الحقيقة ملف المياه مع تركيا ينسحب إلى تسعينات القرن الماضي. من التسعينات كانت تركيا ما تعطي المياه استحقاقها في العراق، وصدام حسين وحكومته جففوا الأهوار وأساءوا إلى ملايين الأشخاص، جرفوا النخيل بالعراق كله خصوصا في مناطقنا بالبصرة. وعنده كأنه هذا الموضوع ليس موضوعا ثانويا، يعني موضوعا أساسيا وإنما موضوعا ثانويا. احنا الآن بدأنا بحسن الجوار مع كل دول الجوار، لكنه للأسف هذه دول الجوار لا تحترم إرادة العراق، لا تحترم سيادة العراق، فلا بد أن تواجه بأقوى مما هي تفكر به أو تخطط له. طيب. ويشعرون أن العراق دولة قوية وجيشها قوي وشعبها صامد، وعليكم أن تنفذون. أردوغان أتذكر راح لصالح المطلق أطلق الماء.
راح لأسامة النجيفي أطلق الماي بس يرجع يوصل لبغداد يوقفه يسد الماي من جديد. شنو تلعبون علينا يعني هذه يعني شنو تقشمرون الشعب؟ طيب أنا أقول مثل ما هو قاعد يحاربنا إحنا نحاربه، ومثل ما قاعد يقطع الماي علينا خل نقطع إمداداته. إحنا على الأقل في أسبوع نتخذ قرار شجاع يتخذه وزير التجارة وزير الزراعة ما أدري الصلاحية المن، وشوفوا شلون تركيا تفتح المياه على العراق. سيادة النائب في دقيقة لو سمحت، يعني هذه العوائل اللي نزحت من أماكن سكناها، حرقت أراضيها، تعرضوا للقصف المدفعي، طيران، ما يستاهلون أنه يكون أكفد وقفة قوية تجاه تركيا لما حل بهم من خراب؟ يا أخي الأخوان تحدثوا ست مهدية ودكتور وائل حول التوغل التركي، ليس فقط موضوع يعني الاستهداف والانتهاك العسكري المستمر. اليوم في بعشيقة لواء تركي كامل هناك وبحماية من البيشمركة متواجد قريب على الموصل، وهكذا في مواقع أخرى هناك قواعد عسكرية داخل أراضي شمال العراق في إقليم كردستان. هذا الموضوع يجب أن يكون موقف من الحكومة العراقية، وأرجع وأقول إذا كان الحجة موضوع الحزب العمال الكردستاني لابد أن يكون هناك معالجة لهذا الموضوع، ولا لا يبقى الموضوع حجة ممكن للحكومة الكردية أن تكافح هؤلاء داخل أراضي التركية ولا تتوخل داخل الأراضي العراقية، خصوصا أن طبعا هناك يعني تضاريس وجغرافيا صعبة المراس، ليس بالسهولة مطاردة هؤلاء داخل الجبال، وهذا شيء معروف ليس بشيء الجديد. اليوم هذا قضية إقليم كردستان والاعتداءات الكردية التركية لابد أن يكون فيها موقف، ومشاكل كثيرة، مشاكل النفط مع إقليم كردستان، قضايا أخرى، ولكن القضية الاقتصادية قضية مؤثرة، هي ليست بيد وزير التجارة والزراعة وإنما بقرار، لأن باعتبار أن التجارة حرة اليوم التجار دي يستوردون من هناك، وبعضهم تجار إقليم كردستان يستوردون ويرسل إلى داخل الأراضي العراقية ويأثر على المنتج الداخلي في مختلف الجوانب. لابد يعني ننتظر من حكومتنا الحالية أن تكون أمينة على الوعود التي قدمتها للشعب العراقي، وتمنع مثل هذا التصدير المؤثر على الانتاج الداخلي، وحتى بعض الأحيان هناك يعني قد تكون غسيل للأموال باعتبار أن المواد ترسل بأسعار زهيدة. ولذلك لابد من معالجة الموقف بشكل جدي من حكومة السيد السوداني. شكرا لحضرتك السيد معين الكاظمي النائب عن تحالف فتح، أثريت الحوار في الملفين، والشكر الكثير لجنابك السيد القاضي الدكتور وائل عبد اللطيف الوزير والنائب السابق، والسيدة مهدية عبد الحسن اللامي النائب عن تحالف العقد الوطني. شكرا جزيلا لكم ضيوف الكرام، وشكرا لكم مشاهدي الأحبة على حسن المتابعة.